بلادنا وللحديث أكثر حول آخر التطورات بشأن حوارات القوى الشيعية ومساعي التهدئة بين الإطار والتيار الصدري، ينضم معنا مشكورا عضو الإطار التنسيقي الدكتور عائد الهلالي. أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار الثالثة عبر الرشيد. دكتور، يعني لحد هذه اللحظة وساطة خارجية تقودها إيران وفرنسا للتقارب بين الإطار والتيار بحسب تصريح نسب لحضرتكم، ما واقعية ذلك؟ شكرا جزيلا، مساء الخير أخي الكريم. حقيقة هنالك سوء فهم يبدو بالتصريح الذي نقل عنا في الأيام الماضية. الوساطة، إذا كانت هنالك وساطة إيرانية، ممكن أن تكون هنالك وساطة إيرانية بين المكونات الشيعية، أمر طبيعي جدا. نعم. مثل ما عملت القوى السنية والقوى الكردية على إدخال الوساطات من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، فأمر طبيعي جدا أنه هنالك مرجعيات أيضا وهنالك أصدقاء وهنالك حلفاء للمكون الشيعي ممكن أن يتدخلوا للملمة الوضع الشيعي والتقريب وجهات النظر ما بين مكونات البيت الشيعي. أما فيما يخص التصريح الفرنسي، أنه الفرنسيين والمجلس الأمن الدولي والأوروبيين حقيقة رشحوا ليس عبد الأمير التميمي وإنما صالح التميمي في أكثر من مناسبة. كانت هنالك تسريبات لترشيح السيد صالح التميمي الدبلوماسي العراقي لرئاسة الوزراء، فالأمران منفصلان عن بعضهم البعض وليس لهم علاقة ببعض. فيما يخص المكون الشيعي، المكون الشيعي مثل ما سمعتم ليلة أمس هنالك اجتماع عقد في منزل السيد عمار الحكيم، جمع أطراف المكون الشيعي وتباحثوا وتناقشوا في العديد من القضايا اللي ممكن أن تؤدي إلى انفراج في الأزمة السياسية والانسداد السياسي، ولم تسفر هنالك أي تسريبات من الاجتماع خوفا على مخرجات الاجتماع وكي لا تؤول الأمور وتنقل الصورة وبالتالي تبعثر الأوراق من جديد وندخل في أزمة جديدة. الكل الآن يتريث وينتظر ما سوف تسفر عنه أو ما سوف يتحدث عنه الأخوة المختصين في الإطار التنسيقي وتوضيح الأمور وتوضيح ما جرى في اجتماع ليلة أمس. نعم دكتور، يعني ما أسباب وجود وساطة خارجية على الرغم من أن التحركات الداخلية يعني كثيرة لتهدئة الأوضاع؟ أمر طبيعي، هنالك أصدقاء وهنالك حلفاء وهنالك نضج في تجارب الآخرين وممكن أن يقدموا المساعدة للمكون الشيعي أو المكون السني أو المكون الكردي، مثل ما حصل للأخوة عندما ذهبوا إلى أنقرة والتقوا بالسيد أردوغان، نقصد السيد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر، وحصلت هنالك وساطة ومصالحة ما بين المكونات البيت السني وعاد المكون البيت السني بشكل أقوى. يعني وجود طبيعي، نحن دكتور يعني وجود وفدان الآن في طهران أمر صحيح؟ وفداء من الإطار؟ لا لا ليس صحيح، لا يوجد هنالك وفود الآن في طهران، لم يسفر عن إطار تنسيقي شيء من هذا القبيل، وإنما لربما أن تكون هنالك وساطات من هذا الطرف أو من ذاك كما تحدث زميل الأستاذ والر الركابي لبعض الأصدقاء، وأن يتدخلوا في لملمة البيت الشيعي، أمر طبيعي جدا لتقريب وجهات النظر على اعتبار أن هنالك حاجة ملحة للاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب. طيب، ذكرت قبل قليل عن السيد عبد الأمير التميمي كمرشح توافقي لربما سيكون لرئاسة الوزراء. صالح التميمي. نعم. صالح التميمي. شكرا للتصحيح. نعم. هذا الاسم هل هو مطروح الآن وإلى من ينتمي؟ لا حقيقة هو ما مطروح، ولكن متبنى من قبل مجلس الأمن ومن الأوروبيين ومن الفرنسيين على اعتبار أنه شخصية دبلوماسية وشخصية لربما تحظى بمقبولية في المجتمع الدولي. نحن لم نسمع عن هذه الشخصية، ولكن هنالك في أكثر من مناسبة حصلت تسريبات وصلتنا من خارج العراق من أنه لربما البنك الدولي ومجلس الأمن والفرنسيين والأوروبيين يدعمون هذه الشخصية، لربما شخصية تكون لها القدرة على إنقاذ العراق من الأزمات المتكررة والإخفاقات والإحباطات التي رافقت العملية السياسية منذ 2003 إلى اليوم. طيب، يعني أرجو أن تبقى معي دكتور عائد الهلالي في حصادي الثالثة لهذا اليوم، وننتقل معا إلى عن البيت الكردي واستمرار أزمة المرشحين لرئاسة الجمهورية. ينضم معنا مباشرة من أربيل الباحث في الشأن السياسي السيد علي الفيلي. مساء الخير أستاذ علي الفيلي، وأهلا بك في أخبار الحصاد للثالثة. يعني اتهامات بين القوى الشيعية للحزب الديمقراطي بالوقوف وراء تشظي البيت الشيعي، كيف تقرؤون ذلك؟
نعم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. بالحقيقة هذه الاتهامات لم تصدر بشكل رسمي، وإنما اجتهادات شخصية، وهي في نوع من التجني على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني والموقف الكردي كان واضحا منذ اندلاع أزمة نتائج الانتخابات، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع كي تتضح حرية داخل البيت السياسي الشيعي الكريم. وكان للحزب الديمقراطي الكردستاني جهود كبيرة بإرسال وفد رفيع المستوى بقيادة الأستاذ هشار زيباري إلى بغداد منذ اندلاع الأزمة، لتقريب وجهات النظر بين قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وفعلا كانت ثمرة هذه الجهود المضنية التي بذلها الوفد في بغداد خلال يعني جولتين من السفر إلى بغداد، هو اللقاءات التي تمت بين السيد مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي. ولكن في الجلسة الأولى لانتخاب هيئة الرئاسة رئيس البرلمان ونائبي، كان للحزب الديمقراطي الكردستاني وجهة نظر بأنه يجب أن نحل أحد العقد الثلاث في العملية السياسية، هي ثلاث عقد، يعني انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، ومن ثم رئيس الجمهورية، ومن ثم رئيس الوزراء. يعني أن نترك الموضوع بدون حل سوف يزيد الموضوع تعقيدا، لكن من حقهم سيد علي الفيلي حل مسألة نعم لكن من حقهم سيد علي الفيلي الإطار التنسيقي يتساءل لماذا ذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني أو التحالف الكردستاني بشكل مجمل مع التيار الصدري ضد الإطار بعد الوعود التي قطعتموها بأنكم تنتظرون مرشح توافقي من البيت الشيعي. هو ليس الذهاب مع جهة على حساب جهة أخرى، وإنما أنا لم أكمل فكرتي. هو حل إحدى العقد الثلاث بانتخاب رئاسة مجلس النواب كي تكون الحجر الزاوية لبناء العملية السياسية. وفعلا اليوم نحن أمام وضعية أفضل من قبل انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب. الآن عقدة حلت، أي 33% من العملية السياسية حلت، وبقى الباقي، وممكن أن نستند على هذا الموقف ويبنى عليه. ولكن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال مثل ما كان، وعلى العكس تماما، حاليا هناك جهود مضنية من وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الإشكالات بين قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري. هذه الجهود لم تتوقف، وهذا خير دليل على حرص الحزب الديمقراطي الكردستاني والمكون الكردي على وحدة الصف الشيعي، لأنه نحن لكن بالمحصلة بأن يعني وحدة الصف الشيعي هو مهم جدا للعملية السياسية. لكن بالمحصلة أستاذ يعني علي الفيلي، يعني المحكمة الاتحادية يعني أوقفت عمل رئاسة مجلس النواب ولائيا بعد رفع كل من محمود المشهداني وكذلك عادل خشان قضيتان في باسم خشان في المحكمة الاتحادية، يعني ستعاد ربما يعني عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ هذا نحن نحترم القنوات الدستورية والمؤسسات الدستورية، وما يصدر من المحكمة الاتحادية هو محترم. المحكمة الاتحادية لم يلغي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبي، وإنما أمر إداري بإيقاف العمل، وهو عمليا هو ليس هناك عمل لرئيس مجلس النواب ونائبي لحين الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية. فلهذا هذا إجراء إداري ويحترم لحين البت في الشكاوي والطعون المقدمة. وأنا بنظري يعني سواء قبلت هذه الطعون أم لم تقبل لا يغير شيء، لأنه من صوت ويريد أن يحلوا هذه العقد في العملية السياسية سوف يعيد الكرة وينتخبوا نفس الأشخاص الذي من الممكن أن يتصدوا لرئاسة المجلس ونائبه. طيب أرجو أن تبقى معي سيد علي الفيلي، أنتقل بهذه وجهة النظر من البيت الكردي إلى الدكتور عائد الهلالي. دكتور عائد، يعني هل ستعولون على قرار المحكمة الاتحادية، وما ستكون يعني آخر خطواتكم في حال ردت الدعوة؟ شكرا جزيلا. طبعا قرار المحكمة الاتحادية هو حمال أوجه، أولا لربما هي استفاقة من المحكمة الاتحادية ونصرة للديمقراطية ونصرة للقانون ونصرة للعدالة،
عندما قبلت الدعوة المقدمة من السيد باسم خشان والسيد محمود المشهداني وأوقفت عمل مجلس النواب الآن. نعم. هي فرصة لالتقاط الأنفاس، هي فرصة لتقريب وجهات النظر، هي فرصة لإعادة رسم السياسة العراقية بشكل مخالف تماما عما حصل في جلسة مجلس النواب، سيئة الصيت وما وإسقاطاتها السلبية حقيقة، والتي كانت لا ترتقي إلى أن تكون جلسة مجلس نواب معتبرة ومحترمة للخروقات الكثيرة التي شابت الجلسة. من هنا أعتقد أنه المحكمة قد وضعت الأمور في نصابها وأعطت مساحة من الوقت للكتل السياسية لكي تتفاهم وتتباحث. لكن دكتور يعني في حال ردة الدعوة فيما بينها للوصول إلى حلول. نعم، في حال ردة الدعوة هل ستتوجه قوى الإطار التنسيقي إلى المعارضة مثلا؟ الإطار التنسيقي أعلن مرارا وتكرارا أنه هنالك خيارات عديدة، لربما يذهب إلى المعارضة ولربما يذهب إلى مقاطعة العملية السياسية، وهذه كلها أمور دستورية، ومن حق الإطار التنسيقي أن يتخذ الخطوات التي يراها مناسبة لأن يكون هنالك لتحديد مستقبل العملية السياسية أو لتحديد مستقبله وكجزء من العملية السياسية في هذه المرحلة بالذات. طيب أنتقل بالسؤال إلى السيد علي الفيلي. سيد علي، يعني هناك اتهامات للبيت الكردي وتحديدا للحزب الديمقراطي الكردستاني بأنهم من استهدفوا البيت الشيعي، ما حقيقة هذا الكلام؟ أنا أتساءل يعني هل هو البيت الشيعي كان موحد وموقفه موحد وساهم الحزب الديمقراطي الكردستاني والمكون الكردي بتشتيت هذا البيت؟ لا، بل على العكس تماما. يعني منذ اندلاع أزمة نتائج الانتخابات البيت الشيعي لم يكن موحدا، ووصل يعني الخلاف إلى الشارع والتهديد بالشارع وتعزيم الموقف، ولكن جهود الحزب الديمقراطي الكردستاني كما أسلفت والمكون الكردي ساهم بتخفيض منسوب التوتر الحاصل في البيت الشيعي، وحاليا هذه الجهود لم تتوقف لأنه يهمنا سلامة العملية السياسية أكثر من هذه الخلافات. ولكن يعني الجهات لديها وجهات نظر وهي دائما تتصيد في الماء العكر كل ما يخص البيت الكردي، وتحاول أن تعلق كل الفشل في العملية السياسية منذ 2003 إلى يومنا هذا على شماعة الكرد، وخير دليل على ذلك التجارب السابقة، كل الفشل الاقتصادي والإداري والسياسي يحملون الكرد هذا الفشل، وأيضا هذا الفشل بالتوافق داخل البيت السياسي الشيعي يحاول أن يسوق هذا الفشل إلى الخارج وتعليقه على شماعة الكرد، ولكن هذا بعيد عن الواقع. الكرد يؤدون واجبهم الوطني بغض النظر عن ما يقال عن موقفهم، هو سلامة العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرق. لكن هناك حديث سيد علي الفيلي، هناك حديث يعني من البارتي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل يعني عام بأن الإطار يتستر على من يقومون بقصف القواعد العسكرية في أربيل، وكذلك الآن المقار الحزبية للاتحاد الوطني. كل هذه الاتهامات ما حقيقتها؟ الحزب الديمقراطي بالتحديد. أنا لا أتهم أحد، يعني هناك تحقيقات يجب التحقيقات تأخذ مجراها. نعم. يعني أصابع الاتهام أن تؤشر إلى جهة دون أخرى هذا غير صحيح، ولكن هناك بوادر. يعني لا أتهم الإطار بشكل عام، قسم من الإطار يحاول الهروب إلى الأمام وخلط الأوراق في هذه المرحلة المهمة بأنه اعتراض على نتائج الانتخابات والكتلة الأكبر تعني خروج الأمريكان والإضرار بالمصالح الأمريكية، ليس أكثر من ذلك. فهذا يراد منه خلط الأوراق وذر الرماد في العيون، وليس إخراج الأمريكان من العراق. طيب، هذه وجهة النظر أنتقل بها إلى السيد عائد الهلالي. سيد عائد الهلالي، كيف تقرؤون موقف الاتحاد الكردستاني من كل هذه المواضيع؟ حقيقة أنا أحب الحزب الديمقراطي الأستاذ علي تحياتي له من خلال قناتكم الموقرة، وأقول له أنه نعم، لربما أنه الحزب الديمقراطي لم يكن سبب مباشر في الأزمة التي حصلت داخل البيت الشيعي، ولكنه قام بتعميق الفجوة من خلال الذهاب مع الآخرين لانتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى. هذا من جانب. من جانب ثاني، هنالك أساسا اليوم مشاكل كثيرة حصلت داخل المكون أو داخل البيت الكردي، وهنالك انشقاقات حصلت وهنالك أزمات حصلت ما بين الاتحاد الوطني وما بين الديمقراطي الكردستاني.
هذه الأمور يجب أن ننتبه لها، وننتبه أن سياساتنا هي لم تكن حكيمة بدرجة عالية، وأننا لربما نذهب باتجاهات محددة لتحقيق أهدافنا، أمر طبيعي جدا وحق مشروع، لكن ليس على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي. لطالما أننا نعمل ضمن دولة واحدة، دولة مكوناتية تحتوي على العديد من المكونات، يجب أن تحترم المكونات بعضها مع بعض، وتحترم استحقاق المكونات، ولا تذهب مع هذه الجهة أو تلك، لربما سوف يسفر عنها الأشياء الكثير من اللغط أو من الفوضى، أو ندخل في سجالات ونقاشات، ولا ربما ندخل في مناكفات، نرجع للحوارات تقضي إلى حالة من الانزلاق السياسي. نعم، نرجع للحوارات بين الإطار والتيار. هل تتوقع أن يكون هناك لقاء قريب بين قادة الإطار والكتلة الصدرية بشكل عام؟ نعم سيدي الكريم، لا يمكن الاستغناء للكتلة الصدرية عن الإطار، ولا يمكن للإطار الاستغناء عن الكتلة الصدرية. الكل يعملون بخندق واحد، الكل لديهم مشتركات كثيرة جدا. اليوم أصبح عمر العملية السياسية أكثر من 18 سنة، هم رفقاء في خندق واحد، شاركوا في العديد من المهام الوطنية الكبرى، لكن هي حداثة التجربة لربما ألقت بظلالها على نتائج العملية السياسية التي شابها الكثير من الفشل والإسقاطات، ومن ثم أعصبت الأمور في رقبة جهة دون أخرى. اليوم كل شيء ممكن، لربما أنه الآن لربما يحصل اتفاق ما بين الأخوة في الكتلة الصدرية والأخوة في الإطار التنسيقي، كل شيء ممكن. العملية السياسية تتحمل العديد، ما في شيء ممكن مستحيل في العملية السياسية. هنالك مشتركات وهنالك مصلحة وطنية لربما يلتقي عليها الطرفان في لحظات معينة، في لحظات من الصفو، في لحظات من الاسترخاء، في لحظات من الصحوة، يعني شكل الحكومة القادمة تفضي إلى أن يكون هنالك كتلة وطنية. نعم، شكل الحكومة القادمة كيف ستكون؟ هل ستكون كما نادى بها سيد مقتدى الصدر بالأغلبية الوطنية، أم ستكون توافقية بعد هذه اللقاءات؟ أخي العزيز، جل احترامنا لطرح سماحة السيد مقتدى الصدر والأخوة في الكتلة الصدرية، ولكن هل قمنا بانتخاب رئيس برلمان كردي؟ هل قمنا هل سنقوم بانتخاب رئيس جمهورية من الشيعة أو من السنة؟ يا سيد الكريم، ما هي المشكلة الحاصلة الآن ما بين الاتحاد وما بين الوطن الكردستاني على رئيس الجمهورية؟ هم فيما بينهم الأخوة في البيت الكردي يختلفون على هذا، هذا توافق. أخي احنا لماذا نحاول أن نجمل الأمور؟ هي عملية توافقية، وبالتالي سوف يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي. إذن ماذا صنعنا؟ هي هل الأغلبية هي باستبعاد طرف أو مكون من المكونات الشيعية؟ لم يستبعد أي طرف من البيت السني، ولم يستبعد أي طرف من البيت الكردي، فلماذا هذا الاستهداف للبيت الشيعي؟ علينا أن نجلس جلسة وطنية، جلسة حوار أخوي، ومن ثم نضع الأمور في نصابها، ومن ثم نقول ونؤسس إلى مرحلة جديدة أن العملية السياسية لا يمكن لها أن تستمر بهذا الشكل التوافق. علينا أن نذهب باتجاه الأغلبية ونضع المحددات الأساسية ونخرج من هذه الأزمة، هذه الأزمة التي وضعنا فيها المحتل منذ 2003 إلى اليوم، وأصبحت فقاسة للمشاكل، وأصبحت فقاسة للهموم. نعم. والتحديات الكبيرة جدا التي تحاول أن تودي بالدولة العراقية. نعم. خلنا نقعد وخلنا نجلس اليوم وخلنا نضع الأمور في نصابها، ومن ثم نقول أنه التجربة القادمة إن شاء الله سوف تكون أغلبية، وليس هنالك شيء غير الأغلبية. نضع المحددات، نضع القوانين، نضع الأطر الدستورية لهذه، ونضع المؤسسات الخاصة، وننتج طبقة سياسية، ومن ثم نذهب بهذا الاتجاه. نعم سيد عائد الهلالي، حدثنا بالصوت والصورة من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة. السيد علي الفيلي، يعني تحدث الإطار بكل أريحية تامة، ويعني لربما يعني هناك لربما بعض التفاهمات بين أو لقاءات ما بين التيار الصدري وكذلك يعني عذر للمقاطعة بين التيار والإطار. هل ستتوقعون أن سيكون هناك لقاء قريب يجمع الطرفين؟ بالحقيقة هناك جهود يعني إقليمية ودولية، وأيضا جهود محلية داخلية لتقريب وجهات النظر ومحاولة رأب الصدع الحاصل بين يعني الطرفين، الإطار التنسيقي والتيار الصدري من جهة، وتشكيل حكومة أغلبية يعني ترضي مطالب الطرفين بنكهة توافقية، إشراك قسم من الإطار، ولكن الإطار حسب رأيي المتواضع واعتقادي هو لا يرفض المشاركة في هذه الحكومة بقدر ما
هو لديه مخاوف ومطالب بأنه يحصل على الثلث المعطل أو الثلث الضامن من هذه الحكومة كي لا تنفرد الأغلبية أو التيار الصدري باتخاذ القرارات المصيرية فيما يخص الإطار ويعني الجماعات المسلحة المنضوية تحت الإطار التنسيقي. فلهذا أنا أعتقد في الأيام القليلة المقبلة الطرفان يصلون إلى ملتقى نقطة الالتقاء وتحل هذه الأزمة ونشهد انفراجة في هذه الأزمة وتشكيل حكومة وطنية ذات أغلبية بنكهة توافقية. طيب أستاذ علي، يعني حدثني عن آخر التطورات الحاصلة في البيت الكردي حول مرشحي رئاسة الجمهورية. هناك ثلاثة أسماء طرحت حتى هذه اللحظة للحصول على منصب رئيس الجمهورية. هل منصب رئيس الجمهورية حصرا يعني من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني أم الاتحاد؟ لا، منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق المكون الكردي دون أي حزب من الحزبين الكبيرين أو الأحزاب الأخرى، ويجب على هذا المنصب أن يتم التوافق داخل البيت الكردي، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات الحزبين الكبيرين والشركاء في العملية السياسية في إقليم كردستان يجب أن يتفقوا على شخص رئيس الجمهورية. حزب ديمقراطي كردستاني لا يعترض على أي اسم، ولكن كان هناك توجه عام داخل جميع المكونات بعدم التجديد للرئاسات الثلاث وضرورة ضخ دماء جديدة في العملية السياسية وأن تأتي رؤى جديدة لإدارة العملية السياسية في المرحلة المقبلة تتلائم وضروريات هذه المرحلة. فلهذا ممكن من يوم غد تبدأ الاجتماعات بين الوفدين والمكتبين السياسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتقريب وجهات النظر والذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، وإن تعذر ذلك لكن كما حصل في 2018 ممكن أن يصوت على مرشح كل حزب على حدة، ولكن هذا سابق لأوانه. واليوم أكثر من 23 مرشح لهذا المنصب، ممكن أكثرهم من الكرد ومرشحين من المكونات الأخرى. لكن البارتي يعني في آخر موقف له أعلن تمسكه بمرشح رئيس الجمهورية السيد هوشير زيباري كمرشح وحيد لهذا المنصب. ممكن يعني إذا وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود أن يكون الأستاذ هوشير زيباري هو المرشح الأوفر حظاً لتسنم منصب رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة. لكن هذا يعتبر يعني ورقة ضغط بتمسككم أنتم بهوشير زيباري لمنصب رئيس الجمهورية على الاتحاد الوطني؟ لا، ليس ورقة ضغط، وإنما أن نحسب لجميع الاحتمالات. يعني هناك يعني لربما تنازل عن برهان صالح مثلا، نقدم مرشح توافقي، وهناك احتمال أن لا نتفق. يعني لربما التنازل عن برهام صالح نوعا ما. والله ممكن تنازل عن برهام صالح، وحاليا من داخل الاتحاد ايضا مرشح اخر هو الاستاذ لطيف رشيد، يعني عديل الراحل جلال الطلباني. هذا ان دل على شيء يدل بانه الراي ليس داخل الاتحاد الوطني ايضا ليس رايا موحدا تجاه فخامه الرئيس برهام صالح. يعني افهم من كلامك بان السيد عبد اللطيف رشيد لا يوجد عليه اي اعتراض من قبل البارتي؟ انا لا استطيع اقول، ولكن هذا خير دليل بانه هناك وجهات نظر مختلفه واتجاهات مختلفه داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، لانه السيد عبد اللطيف رشيد هو مقرب من عائله الطلباني، هو عديل الراحل جلال الطلباني، وحسب تصريحاتي الاعلاميه قال بانه انا أحظى بتأييد الأستاذ بافل طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. نعم، حدثنا بصوت وصورة من أربيل السيد علي الفي الباحث في الشأن السياسي. شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد الثالثة.